عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. متابعينا الكرام، مسك الختام الشوط العاشر في هذه المكرمة الغالية من سيدي سمو الشيخ طحنون محمد حالي هيان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية. لجزيل الشكر والتقدير أبو سعيد على هذا الدعم السنوي. فخلونا هنا مع ارتياد محمود بن حمد بن سعيدان الدرعي في مسك الختام المركز الثاني، نتابع فيه انذار راهب سلطان بن السالومي. المركز الثالث ناخذ اللفة على بقية المشاركين، ولكن نذهب دائما مع الانفراد ومع الحضور المميز. يا سلام يا بن سعيدان، سلام بو حمد، سلام، حضور مميز اليوم، تواجد خطير لهذا الشعار وجاهزية عالية. فخلونا مع هناك هذا الحضور وهذا التألق الذي نراه من ارتياد محمود بن حمد بن سعيدان. المركز الثاني انذار راهب سلطان بن السالومي الدرعي، ناخذ لفة على الثالث والرابع، ولكن ننتظر ماذا سوف يحدث في هذا الشوط. ها هي ارتياد، ها هي ارتياد، وهنا الميعاد يا بن سعيدان. مركز الثاني انذار راهب سلطان السالومية. الله الله، ارتياد لا زالت مسيطرة، مسيطرة ارتياد. مركز الثاني انذار راهب سلطان السالومي، ارتياد والحضور، ارتياد والابداع. قدلكم اليوم بن سعيدان عنده جاهزية عالية ما شاء الله. سلام الناموس، يختم بالمسك بهذا الشعار بهذا الحضور، ختام مسك هذه المنافسات، وصاحب أيضا أفضل توقيت في هذه الانطلاقة اليومية. سلام الناموس الراعي ارتياد محمود بن حمد بن سعيدان. مركز الثاني انذار راهب سلطان السالومي. مركز الثالث الشاهني عبد الله بن حمد بن علي الدرعي. المركز الرابع كانت فيها مطفية حمد محمد بن قنون، التوقيت دقيقتين 14 ثانية 67 جزء من الثانية. أهني صاحب هذا الشعار محمود حمد بن سعيدان لحصول الفائزة هناك على صاحبة أفضل توقيت دقيقتين 9 ثواني 6 أجزاء من الثانية. نعم، يذهب اليوم التوقيت الأفضل لشعار محمود بن حمد بن سعيدان الدرعية، ونختم به مسك هذا الشعار أيضا بنقطة ثانية حاسمة تذهب لمحمود بن حمد بن سعيدان، والناموس منصور راعي ورود حمد بن سعيدان الدرعي الناموس.